كان فرصه لتقديم المنصه الجديده الدخله كونكت. هو واحد البرنامج ممول من طرف الحكومه الامريكيه وشرف عليه واحد مكتب الدراسات الامريكي جي اي اوستين. اهداف المنصه اولا التعريف بالقطاعات المنتجه في الجهه، التعريف يعني المعطيات الاقتصاديه وفرص الاستثمار. هذه كمرحلة أولى. المرحلة الثانية سيتم تسويق هذه المنصة على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الدولي لخلق شراكات بين شركات محلية وشركات أجنبية. والمرحلة الثالثة من هذه المنصة هو دعم المقاولات الناشئة أو المقاولات النسائية خصوصا اللي عندها واحد النشاط واللي عندها واحد الرغبة أول في تطوير النشاط ديالها من جهة، ولا في خلق شراكات وتنويع مصادر التمويل وتنويع التسويق ديالها. يعني هذا هو الأهداف ديال هاد المنصة يعني بشكل عام. تتويج لمسار كبير ديال الدبلوماسيه المغربيه والانتصارات المتتاليه سنه 2020. نتمنى على ان هذا التمثيل الامريكي في هذه المنطقه انه يعطي واحد الدفعه قويه لاستثمارات المنطقه ككل، يعطي واحد دفعه للقضيه الاولى الوطنيه من اجل تعجيل حلها واستثمار الامن في المنطقه المغاربيه والاقليميه والدوليه ككل. علاقات المغرب وامريكا علاقات عريقه ماشي جديده، وحنا كنعولوا على هذا التمثيل الدبلوماسي مدينه الداخله من اجل الدفع بالمنطقه اقتصاديا وتشجيع الاستثمارات الدوليه والوطنيه والانفتاح على السوق الامريكيه في هذه المنطقه، الشيء اللي ان شاء الله يعزز التواجد ديال المجتمع الدولي ككل ويساهم في خلق واحد جو ومناخ ديال الاستثمار بالمنطقة اللي يرفع المستوى ديال العيش ديال الساكنة ديال المنطقة وديال الإقليم ككل والجهة بصفة عامة والوطن.